يلا امشوا لو خبايتك يلا روح لو خبايتك احكي امشي امشي نحن لأول مرة في فلسطين نستطيع القول أننا بدأنا الخطوة أولى وفاعلة باتجاه صناعة الدراما. لأول مرة يتم إنشاء مدينة بهذا الشكل وهذا الحجم داخل حدود قطاع غزة، وإن شاء الله تكون هذه البذرة وهذه اللبنة نحو دفعة قوية للدراما الفلسطينية الملتزمة، حتى نستطيع أن نصنع شيء يليق بالقدس ويليق بالمواطن الفلسطيني ويليق بصموده وتضحياته وننقله للعالم بأجمع بإذن الله. يعني هذه المدينة جزء من حارة من حواري القدس المحتلة، الحارة الملاصقة للمسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، يوجد بها سوق، يوجد قهوة، يوجد العديد من الأزقة، يوجد مداخل للبيوت، يعني هي حارة متكاملة في بالقرب من باب السلسلة وفي البلدة القديمة داخل القدس. يلا